التواصل يستمر والانطلاقات تستمر على أرضية ميدان المرموم. شوط ينتهي وشوط يبدأ، وتحدي يبدأ دائما مع الأصائل ومع هذه الشعارات القادمة للمشاركة على أرضية هذا الميدان في أشواط الانتاج والمنتجين. شوطنا في هذه اللحظات 16 تعلن انطلاقة للجعدان المحليات الأصائل الانتاج، أول أشواط الجعدان الانتاج المحليات. نتمنى التوفيق لكل الأسماء الحاضرة والمنطلقة. مباشرة نتقدم مع المراكز الأولى مع شعار المجازف على المركز الأول محمد بن عتيج، شعار على المركز الأول ينطلق ويتقدم على الصدارة سكر نايع بن راشد بن سيف بن سالم بشاوي آل غفلي، يتقدم على المركز الأول وعلى الصدارة. المركز الثاني شعار المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري على المركز الثاني والمركز الثالث. نتابع المركز الثالث وصول في هذه اللحظات من قبل القادم شاهين محمد بن حربي بن كمد العامري القادم على المركز الثالث. المركز الرابع العساس مبارك بن محمد بن نصر العامري المركز الخامس، وتابع المركز الخامس لابق لابق القادم عمار بن محمد بن عبيد بن علي النيادي القادم على المركز الخامس. سادس المراكز وتابع في هذه الانطلاقات شعار القادم محمد بن سالم بن نصر العامري يتقدم مع انطلاقة تليد القادم تليد على المركز السادس. سابع المراكز يأتينا تابع المركز الثامن شعار محمد بن سهيل بالدليلة العامري يتقدم مع انطلاقة حليو القادم في هذه الانطلاقات والتحديات. مبهر مبهر القادم محمد بن عتيق هنا القادم، شعار بن معتوق القادم المغامر يتقدم مع هذه الانطلاقات. حمدان بن محمد بن معتوق القادم العامري هل الهير والجبيب قادمين في هذه التحديات. العابرة خميس بن محمد بن مبارك المهيري يأتي على المركز التاسع والعاشر، واختم نداية مع الرقم 10 هذا ما يهاب مبارك بن عبد الله بن عيد بن سعيد الكتبي. هكذا هي النتيجة لهذه الأسماء بل لهذه الشعارات المتقدمة والحاضرة، لكن أسماء شعارات سلالات قادمة خلف العشر تبحث عن أول أشواط أول أشواط وتحديات. هنا الجعدان المحليات الأصايل الإنتاج عودة إلى الصدارة، عودة إلى المقدمة، إلى المراكز الأولى، إلى شعار المجازفة على المركز الأول. هملول هملول يا هي هماليلك يا أبو سعيد محمد بن عتيج بن زيتون المهيري يتقدم المجازفة بهذا الشعار ممثلا دائما في كل التحديات لأهالي منازفة بمدينة العين. ينطلق المجازفة يبحث عن النقطة الثانية بعد نقطة وصايف المركز الثاني. هل اللبسة قادمين ميدان الشعب يترقبون يا ابو راشد نايع بن راشد بن سيب بن سالم بن شاوي هل غفلي القادم مع سكر على المركز الثاني. ثالث المراكز شاهين محمد بن حربي بن كمد العامري القادم وصل في هذه اللحظات لابق لابق عمار بن محمد بن عبيد بن علي النيادي القادم على المركز الرابع والمركز الخامس. وصل في هذه اللحظات كحيلان حمد بن مبارك بن مسلم بن عثعيث العامري اول نداء لهذا الشعار. مبهر 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 حمدان بن محمد بن معتوق العامري قادم، وصل حليوه يتقدم حليوه محمد بن سهيل بالدليل العامري
يتقدم محليوه وصل اصيل اصيل اول نداء لاصيل على المركز الثامن محمد بن صالح بن علي الحميري قادمين اهالي مدينه العين وتابع الوصول من مرضي مبارك بالحميدي بن سالم العمري القادم وصل كذلك مع هذه التحديات والانطلاقات راشد بن عبد الله بن محمد النعيمي مع النشمي على المركز العاشر. هكذا هي النتيجة للعشر الثلاث، ثالث ندى للعشر في هذا المسار مع اقتراب للكيلومتر الأخير. وهملول هملول على المركز الأول، محمد بن عتيج بن زيتون المهيري يتقدم على المركز الأول مع هملول بن نايع قادم بن نايع بشاوي سكر نايع بن راشد بن سيف بن سالم بشاوي يتقدم، وشاهين محمد بن حربي بن كمد العامري قادم على المركز الثالث. أصبحت ثلاثية ثلاثية في هذا الانطلاق في هذا التحدي. من سيحظى بأول أشواط الانتاج الانتاج الجعدان المحليات الأصايل شعار السريع بسرعته على المركز الأول على الصدارة على المقدمة على المركز الأول. ثانيا نتابع شعار بشاوي راعي سكر وشاهين محمد بن حربية بن كمد العامري قادم على المركز الثالث، ولكن ثنائي ثنائي الحوار ما بين هالي ميدان الشعب ومدينة العين مدينة العين وأهالي القادمين على المركز الثاني أهالي فليل معلة. يا سلام فليل معلة فليل معلة روح إلى دار المعلة على الصدارة على المركز الأول. سكر سكر على المركز الأول، سكر على الشوط سكر على الشوط وينطلق في هذه اللحظات مع المحليات الأصايل سكر بن نايع واعلن الفوز والانتصار بانطلاقة سكر نايع بن راشد بن سيف بشاوي. هنغفر المركز الثاني شعار محمد بن عتيب بن زيتون المهيري شاهين محمد بن حربي بن كمد العامري. الرابع وصلك حيلان محمد بن مبارك بن مسلم بن عذعين العامري. الخامس عودة مع التوقيت الزمني لحظات التوقيت نتابع في هذه اللحظات. تهانينا والناموس لنايع بن راشد بن سيف الشاوي الاغفلي. سلام ميدان الشعب سلام، واللبسة تحتفل بهذا الانتصار. 7:44 جزئين من الثانية والتوقيت. مركز الثاني شعار محمد بن عتيب بن زيتون المهيري. 7 دقائق نتابع التوقيت في هذه اللحظات. 7:44 6 أجزاء من الثانية. المركز الثالث شعار شاهين محمد بن حربي بن كمد العامري وصل على المركز الثالث. نتابع توقيتها الزمني صاحب المركز الثالث 7:49 جزء 1 من الثانية. تهانينا والناموس للجميع.